وقبل ما نبدأ كلامنا عن كتابنا النهاردة، والحقيقة هو كتاب مختلف وفكرته في حد ذاتها هي فكرة مختلفة، تعالوا نشوف مع بعض زي ما تعودنا تقرير عن الكتب الأكثر مبيعاً أو البيست سيلر للأسبوع اللي فات، ونتعرف أكتر على الذوق ونتعرف أكتر على اهتمامات القراء عشان نقدر نعرف إيه بالظبط الموضوعات اللي بيحبوها وإيه بالظبط الموضوعات اللي بيحبوا يقروا فيها. ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، طبقاً لما نوهت عنه 35 دار نشر شاركت في المعرض. تنوعت الكتب ما بين المترجمات الأدبية والدراما والتاريخ والتنمية البشرية والرعب. تصدر القائمة كتاب بيع نفس بشرية للكاتب محمد المنسي قنديل، وهو عبارة عن 4 قصص طويلة قدم فيها الكاتب تشريحاً للنفوس البشرية. يأتي بعده كتاب فيزياء الكم والمعرفة الإنسانية للكاتب نيلز بور، وهو ترجمة مصطفى العدوي. تلته رواية القتل للمبتدئين للكاتب أحمد مراد، ويحكي فيه لأول مرة عن كواليس كتاباته. ثم جاءت رواية كان للكاتبة نور عبد المجيد، وقدمت فيها الكاتبة فكرة العنصرية والازدواجية التي تعاني منها البشرية. واحتفظ كتاب الجمعية السرية للمواطنين للكاتب أشرف العشماوي بمركز متقدم في مبيعات كتب معرض الكتاب. أما كتاب حانة الست للكاتب محمد بركة فقد جاء في مركز متقدم بمناسبة الذكرى 46 لوفاة كوكب الشرق. ومن الأسماء اللامعة في القائمة الدكتور محمد طه بكتابه الخروج عن النص من جديد. يليه كتاب أول الحكاية، وذلك في التجربة الأولى للكتابة الثنائية للكاتبين محمد غالب وإمام أحمد، ونقدم له في يحكى أن اليوم فقرة خاصة. ضمت القائمة أيضاً كتاب همس العقرب للكاتب محمد توفيق. يليه كتاب سنوات الخماسين للكاتب الراحل ياسر رزق. احتلت كتب السيرة الذاتية مركزاً متميزاً في القائمة بكتاب أثر عنايات الزيات للكاتبة إيمان مرسال. لم تخلو القائمة من السلاسل، فجاءت سلسلة المغامرون الخمسة وسلسلة المكتبة الخضراء في الصدارة. واختتمت القائمة برواية أقصى من الموت، وهي من أدب الرعب والإثارة للكاتب محمد عصمت. زي ما شفنا معاكم، دي كانت الكتب الأكثر مبيعاً خلال الأسبوع اللي فات.